كيف حققت الموصل قفزة تكنولوجية في عالم الانيميشن؟ نجح الشاب الموصلي مهند الكاتب إلى جانب 14 شاباً وشابة بإنشاء استوديو باسم خيال، وهو الأول من نوعه في نينوى، ويختص بصناعة أفلام الأنيميشن وإعلانات الموشن جرافيكس. ودرب الفريق المتكامل لعدة أشهر ودخل بهم بقوة إلى سوق العمل، وأنتج أول تطبيق في العراق يعمل على تعليم تلاميذ الابتدائية كيفية الكتابة بطريقة ترفيهية. وأنتج فريق الشباب سلسلة أفلام، فيما يعمل حالياً على إنتاج عمل كبير عن وليمة النمرود في عهود الأشوريين. ويقول الكاتب لشبكة 964 إنه حصد جائزة الإبداع من الأمم المتحدة عن فيلم بعنوان الكابتن، كما حقق المركز الثالث في مسابقة رودري العالمية بفيلم الفداء الذي سرد بطولات جهاز مكافحة الإرهاب. وللمزيد حملوا تطبيق شبكة 964 الآن.